مرحبا بكم الى تفاصيل خبر. دشن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه عبد العزيز جبالي الوفد والوفد المرافق له في مدينه تعز اليوم العمل باصدار اول جواز من فرع مصلحه الهجره والجوازات والجنسيه بمحافظه تعز. وقال جبالي ان تدشين العمل في اصدار الجوازات يعد اضافه مهمه في مسار تفعيل مؤسسات الدوله لما فيه خدمه المواطنين في محافظه تعز الصمود. وأشار جبالي إلى أن وتيرة تطبيع الحياة في المحافظة تسير بشكل متميز، وأشاد بدور السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية ومختلف المكاتب والجهات التي أثبتت أنها تقف لخدمة تعز وأبنائها. وأكد جبالي بأنه سيتم العمل بكل جهد لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص اعتبار تعز محافظة محررة سواء بالإعمار أو بالإغاثة وتفعيل المكاتب وتسخير واستغلال الموارد فيما يخدم مصلحة المواطن وتخفيف المعاناة عن كاهله جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على هذه المدينة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا المقدم الدكتور منصور طه دحان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات بتعز. أسعد الله مساءك سيادة المقدم. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا وسهلا. في طبيعة هذا التدشين اليوم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المحلية المدنية في هذا التدشين اليوم في محافظة تعز، ماذا يعني لأبناء محافظة تعز العمل بمثل هذه الخطوات؟ هذا يعني قفزة نوعية في سبيل استعادة واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة ودخول الحكومة الشرعية إلى وسيطرة الحكومة الشرعية إلى محافظة تعز. نعم، طيب كيف جرت وهذا بالتالي يعكس يرفع يعني الروح المعنوية عند كافة أبناء محافظة تعز بالذات. نعم، كيف سرت عملية التدشين والخطوات التي بدأت بتفعيل هذه المؤسسة؟ نتحدث عن ظروف صعبة مرت بها تعز. بالفعل يعني كان ظروف معقدة ومعقدة إلى بعد الحدود، بالذات أنه جينا إلى فرع كان شبه مدمر يعني، وبدأنا أثاثه ومعداته كل شيء نهد من داخل المبنى، حتى اسلاك الكهرباء يعني انه تم تقطيع النحاس من داخل الاسلاك. فبدانا باعاده تسليك الفرع من جديد واعاده شبكه الكهرباء ثم شبكه الكمبيوتر وبعدين التاسيس ومن شبابيك وابواب وبعدين رنج وبعدين اعاده شبكه المياه حتى مواطير المياه في الشرف. ثم رنج وما الى ذلك، ثم دخلنا بالبحث عن الاجهزه وتم دعمنا من قبل الاخ من رئاسه المصلحه وبمجموعه من الاجهزه وصلت عبر مطار عدن تم استلامها، وتم بقيه الاجهزه ارسلت عبر منطقه الوديعه، تعرقلت بعض الشيء يعني لفتره معينه ثم تم الافراج عنها قريبا، تم استلامها وعلى طول بتوجيهات من رئيس الوزراء وزير الخارج وزير الداخليه ومن متابعه مستمره منه ومن الاخ محافظ المحافظه الاستاذ علي محمد المعمري والاخ رئيس المصلحه وقياده السلطه المحليه هنا في داخل محافظه تعز. تم استلام صحن الاتصال اللي هو يربط شبكه المعلومات ما بيننا وما بين المركز الرئيسي. نعم، طيب ما هي العقبات التي لا يعني والحمد لله جاءت زيارة الوفد إلى تعز يعني مثل الغيث الذي انهمر على محافظة تعز. لأول مرة مسؤولي الحكومة أو وزراء في الحكومة يدخلون محافظة تعز ويستقرون بها، وحتى أنهم لاحظوا أن هناك الوضع طبيعي والمواطنين في الشارع ولا في أي شيء ما يروق له. ما هي العقبات التي تواجه هذه المصلحة خصوصا ان تحدث بانها ربما توقفت عن الخدمه؟ بالفعل توقفت من تاريخ كان اخر دوام في تاريخ 15/4/2015 اخر يوم دوام كان فيها يعني منذ سنتين ونصف تقريبا، وتم
بفضل الله يعني بجهود خلال السنه يعني في خلال السنتين هذين عدمت الخدمه عن المواطنين، وتعرض المواطنين لشتى انواع يعني العذاب بسبب الحصول على هذه الوثيقه. سيادة المقدم، كم تقدر الأعداد الذين هم الآن سوف يقبلون على هذه المصلحة باستخراج وثائقهم؟ هل لديكم أي إحصائيات لديكم بإقبال المواطنين على هذه المصلحة ومدى احتياجهم؟ إقبال المواطنين يزداد كل يوم، يعني احنا بدينا من بداية أكتوبر 1 أكتوبر 2017 الآن استلمنا معاملات، فكنا نحاول نحصرها في عدد ضيق لأنه كان احنا ما نضمنش انه تكتمل التركيب ويتم الاصدار من داخل فائز، كنا حاسين انه قد يحصل عرقلة من ذلك كمان ما ناخذ معاملات محدوده، لكن باعتقادي انه المحافظات الشماليه كلها ستهب الى داخل فائز، يعني خاصه الان وقد تم التسجيل رسميا وانه الجواز يصدر من داخل المحافظه تقريبا انه كل من محافظه الحديده، من محافظه ابن، من محافظه المواطنين، من المحافظه الشماليه سياتون، وبالتالي ستزداد الكثافه في فائز. يعني الإقبال المواطنين على الحصول على هذه الوثيقة من داخل المحافظة. نعم، وماذا عن إمكانيات هذه المصلحة بتلبية كل هذه الاحتياجات؟ أنا قلت السؤال الأول، أنا نسيت السؤال اللي قلت التعقيدات التي نواجهها الآن، إنه الكهرباء منعدمة، المياه منعدمة، خلافا ذلك إن إحنا نولع أو نشغل الأجهزة بمولد حجمه 95 كيلو يستهلك بكل 3 ساعات دبة ديزل، الدبة ديزل ب 6000 ريال، فهذه مكلفة، ولو نبدلها بالطاقة الشمسية أيضا الطاقة الشمسية لا تتحمل الكمبيوتر الريسيفر الرئيسي، الكمبيوترات التي يتم التشغيل بها أقل إدخال البيانات إلى فحص البيانات إلى الصندوق إلى الريسيفر الرئيسي الذي هو قاعدة البيانات، فمن الصعب انه تشغله بطاقه شمسيه، وبالتالي المعوق الكبير هو انه الكهرباء هذه تشكل لنا، وخاصه مع ارتفاع اسعار المشقه النفطيه الى درجه يعني مهوله. نعم، طيب ماذا عن تلبيه هذه المصلحه لاحتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف المعقده التي تحدث عنها سياده المقدم؟ هل هذه تعتبر انه يعني لفته كريمه من قبل الحكومه الشرعيه ومن رئاسه الجمهوريه المطلب المشير عبد الرب منصور هادي، انه توفير هذه الخدمه للمواطنين الى داخل فائز يعد بمثابه عوده الامل الى النفوس، وعوده يعني وعوده الثقه بالحكومه الشرعيه بشكل تام، لانه قد كان الناس خلاص يأسوا، وصلوا لدرجه من الياس انه تعز المكاتب التنفيذيه داخلها جامده تماما. المحافظ الاخ الاستاذ علي محمد المعمري طبعا له دور في اعاده تفعيل المؤسسات، ولو انه من داخل من محافظه عدن او كذا، فهو كان يتابعنا باستمرار وهو العامل الرئيسي في تحريك عجله تفعيل مؤسسه الهجره والجوازات. نعم، طيب سالتك عن كيف سوف تغطون احتياجات المواطنين في هذه المصلحة وفقا للتعقيدات التي تحدث عنها، بدءا بالكهرباء ثم بالأجهزة وغيرها وبدء نشاط هذه المصلحة والحماية الأمنية، لأنهم مكتفين الحماية الأمنية خوفا على الأجهزة وخوفا على هذا، بالتالي أن احنا عملنا على إضافة مبلغ بسيط فوق سعر الجواز من عجل، لأنه الآن رسوم الجواز هي بالرسوم الرسمية 4500 ريال تورد كاملة للبنك المركزي، وبدأنا فعلا بالتوريد من أول يوم ما استلمنا الرسوم هنا. وبالتالي هذه المبالغ نغطي بها نفقات الديزل، نفقات عودة الموظفين لأنه يشتغلوا سيتم يعني سيكون عملهم أكثر خارج أوقات الدوام الرسمي. وثانيا الخدمات أو الأمن اللي هم حماية على المبنى يحتاجون أبسط الأشياء، المياه في الأسبوع الوايت ناخذها ب 5 أو 6 ألف. الماء الشرب لحاله وماء الغسيل والماء لحاله، هذا يعني اشياء كثيره متطلبه، فلذلك تم اضافه هذه من اجل مواجهه هذه النفقات، حتى انه الحكومه تستطيع ان تفي بالموازنات التشغيليه ان شاء الله من بدايه 2018، ونتغلب على هذه الاحتياجات وتعود الى طبيعتها. تتحدث سياده المقدم عن ميزانيه تشغيليه، هل رفعتم بها الى الحكومه الشرعيه ام انكم بصدد تاسيس المصلحه من جديد؟ جهزنا ورفعناها، وان شاء الله
انه يتجاوبون حصل، لانه الان الوضع يعني حتى ايضا مع لدى الحكومه الشرعيه في ظل وضع حرب يعني، وبالتالي نحن نقدر انه الوضع لا يسمح هذه الايام، وانما يعني سيتم رفعها الى الوزاره الرسميه الى مصلحه رئاسه المصلحه ليتم طرحها بصوره رسميه حتى يتم ادراجها في ضمن موازنه 2018. مدى التفاعل ايضا الحكومه الشرعيه؟ المحافظ يعني سياده المحافظ هي ورئيس المصلحه متجاوبين، وان شاء الله كذلك الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه يسعون بكل الجهود وبكل ما يمكن ان يعملوه ما يقصروا على فرع المصلحه في تعز وعلى المحافظه بشكل عام. ان شاء الله باذن الله تعالى. ايضا اختم معك سياده المقدم حول ردة فعل المواطنين بترجمتهم أو ترجمة الحكومة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإعطاء أولوية واهتمام لمدينة تعز على كافة المستويات، وهذه الخطوة ربما نلمسها في الواقع ضمن تفعيل مؤسسات الدولة. ماذا عن ردة فعل المواطنين؟ ردة فعل أنهم استبشروا وكان سعادتهم لا توصف، خاصة في ظل هذه الظروف التي كان الشخص إدارة بجواز يعني قد يكلفه التنقلات من هنا إلى عدن وصرفه هناك والجلوس في عدن بانتظار خروج الجواز مبالغ قد يصل 50-60 ألف، الآن يجي الجواز لداخل محافظته وبسعر بسيط، فسعادة المواطنين لا توصف. الأكثرهم يعبر عن يقول لك اديني الجواز لهنا اديك اعطيك كلمة الشيخ، الآن شعروا أنه الدولة عائدة بقوة، أن الحكومة الشرعية الماضية في سبيل تفعيل مؤسسة الدولة، وأن هذه بداية التوجهات وهم في غاية السعادة والفرح بهذه الخدمة. نعم سيادة المقدم، أيضا ما المطلوب اليوم من المواطن بمساعدة أجهزة الدولة بكافتها لمساندة الحكومة الشرعية وكذلك تفعيل مؤسسات الدولة؟ ما المطلوب من المواطن؟ المطلوب من المواطن أنه يكون سندا لرجال الأمن. الأمن المجتمعي يجب أن يفعل بشكل أو بآخر، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ من الحديث، وبالتالي هذا من جانب، ومن ناحية أخرى على المواطن أنه يتعاون معنا في سبيل القضاء على ظاهرة السمسرة والمعاملات أو الاستعانة بالموظفين لفرض تمرير معاملاته. عليه أن يبذل الجهد بتغيير النظرة التي كانت سائدة ويتابع. نحن قدمنا كل التسهيلات، نستقبل كل المواطنين ولا نحتجب عن أحد، نعطي كل شخص نحن وبدنا لخدمة المواطن، وبالتالي عليه أن يقدم على الحصول على الجواز بنفسه وأن لا يستعين بأي شخص موظف سواء كان موظف أو غيره، حتى نقضي على ظاهرة السمسرة والمعاملات التي تسيء إلى أجهزة الدولة وخاصة على سلك الأمن. أشكرك جزيل الشكر المقدم الدكتور منصور طه دحان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، حدثنا عبر الهاتف حول تدشين نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المحلية عبد العزيز جباري والوفد المرافق له العمل بإصدار جوازات في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز. شكرا جزيلا لك سيادة المقدم.